مرحبا بكل متابعين قناة كوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. اليوم كانت نارين ضيفة برنامج صباح العربية، حيث كانت المقابلة عبارة عن بث مباشر، وبعدها نزلت المقابلة على اليوتيوب، حيث كانت مدة المقابلة أقل من 10 دقائق. حكوا فيها عن نجاحات نارين بيوتي اللي حققتها وهي بعمر كتير صغير، من بينها الفيديو كليبات والبيت الجديد والأرقام اللي حققتها بيوتيوب. فمتابعين نارين انزعجوا من عنوان فيديو المقابلة اللي كان 6 ملايين متابع على يوتيوب إلى لاجئة سورية، حيث اعتبروا أنه كان ما في داعي يقولوا كلمة لاجئة، واعتبروا كمان الموضوع إهانة. فبعد ساعات قليلة تم تغيير العنوان لليوتيوبر نارين اشترت منزل أحلامها بعمر لا يناهز 19 سنة. نزل مبارحة ديستراك سعودي ريبورترز اللي انتظروا عدد كبير من متابعينهم، اللي كان الرد على الديستراك أختهم خلود، حيث مو بس جودة التصوير والإيقاع والديكور اللي عجب المتابعين، بل كمان كلمات الديستراك اللي اختارها عبدالله وعبد العزيز لتكون أقوى من كلام خلود، وشهد الريبورترز أنهم انتصروا على خلود بهالديستراك، حيث حقق الديستراك أكثر من 300 ألف مشاهدة خلال ساعة فقط من تنزيله، ومليون مشاهدة خلال 24 ساعة، وصعد بالترند الثاني بالسعودية والرابع من مصر والثاني بالعراق والتاسع بالجزائر. أما صح السالم فدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر صحن صيادية بالعالم، حيث أقام فعالية أكبر صحن صيادية ودخوله لها الموسوعة بجدة تحديدا بملعب الشاطئ، حيث كانت الدعوة موجهة للجميع، حيث حضر عمر للفعالية وشارك هالصورة اللي تجمعه مع السحس وكتب الزرادية والسحس متى تحدي الأكل إن شاء الله. أما أسوفا نشرت هالستوري وكتبت مبروك سحس لدخولك موسوعة جينيس لأكبر صحن صيادية. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.